الله، يا سلام يا سلام، جات بنينه واعره وزوينه. الناس اللي طلبوا مني هذه الغوصات كنتمنى من الله تعجبكم وتطبقوها. ودابا غادي ندوزو نشوفوا المقادير اللي غنحتاجو لهاد الوصفه ديالنا ديال اليوم. متتبعيني الجدد يوتيوب، مرحبا بكم في عالم هند. درت لكم هذه القناه هذا العام على ود العام اللي فات. درنا سفر في كوزينتك، كانت كدوز كل نهار في دوزيم، ولكن هذا العام ما وفقناش الله بزاف ديال الظروف بلا ما ندخلوا في التفاصيل. كنتمنى من الله هذه القناه اللي غندير على قبلكم وعلى قبل المتتبعين ديال تيك توك وانستغرام اللي طلبوا مني بزاف ديال الوصفات اقتصاديه بنينه رخيصه وكتعجب الجميع. مرحبا بكم في قناتي في عالم هند، تابعوني على يوتيوب هند جلال اوفيسيال. مرحبا بكم ونبداو الحلقات ان شاء الله. دابا غادي ندوزو نشوفو المقادير اللي غنحتاجو الوصفه ديالنا ديال اليوم. اللي قلت لكم غنديرو لا سوب ديال لا كورجيت، هي لا ستار ديالنا. انا غادي نسمها بشويه ديال البصله والبورو، وباش تجي عاقده وملبيه ما تجيكمش جاريه بزاف، غادي نزيد فيها حبه ديال البطاطا. اللي ما عندوش بطاطا من يطيب حتى يطحنها عاد يقدر يزيد فيها النشا. وعندي شويه ديال البسباس كيعجبني حتى هو غنزيدو فيها. والمنسمات عندنا فيهم القزبر ومعدنوس، الضماد البنه، عندي هنايا معلقه ديال لا بودغ ديال البصله ومعلقه ديال لا بودغ ديال الثومه. الا ما كاينينش ماشي مشكل، تقدروا تستغناو عليهم. عندي هنا الزيت النباتيه، زيت العود، وحتى التالي فاش غنبغي نطحنها غنزيد فيها الفرماج المربع. دابا غندوزو نشوفوا طريقه ديال التحضير. اول حاجه غنبدا بها غادي نشعل العافيه على الكوكوت ماشي بزاف، ونبداو بالمنسمات الاولين بحال دائما. هنا اختاريت البورو والبصله. كيف دائما كنقول لكم كتقديو باللي عندكم باللي متوفر، انا غير كنعطيكم الفكره الاولى وكل واحد راه كيدير على حساب اللي متوفر عنده. ماشي مشكل تقطعوهم غلاد لان كلشي غادي تطحن من بعد. غندير شويه ديال الزيت النباتيه هي الاولى، ماشي بزاف. هذه راه من ضمن الوصفات الصحيه، حتى هي يعني ما كتجيش فيها لي كالوري بزاف. ناخذ البصله، غادي نكمل معكم التحضير ديال الخضار. غادي غير نقيهم ونقطعهم، ما كاينش شي حاجه اللي هي زعما فيها شي اسوس ولا. نسيت ما قلت لكمش بلي هاد لا غوسيت راه لا كومينوتي ديال تيك توك هما اللي طلبوها. كنا كنديروا لي لايف لمده شي شهر قبل من رمضان باش درنا المشتريات ودرنا لو كونتينيو ديال تيك توك، وبزاف الناس اللي طلبوها مني. قلت لكم غادا تطحن، يعني كيف ما قطعتوها ماشي مشكل. اي واحد لاسوس ديال القرعه نسيت ما قلتها لكمش، القرعه بعد ما تيكون فيها التراب من الاحسن تغسلوها بهذيك الحلفه ديال اللواني اللي كنغسلوا بها اللواني، اولا بداك الشيء الرطبه ديال الماعن لان كيبقى فيها التراب كتشمت. غنزيد البسباس،
وندوز المنسمات. لي بيتيز ودابا المنسمات قلنا غنديروا الضامه ديال البنة جوج، وغندير في الاول شويه ديال بودغ ديال الثومه ماشي بزاف، شويه ديال البصله على ود ملي غنبغيو نقدموها نعاود نزيد منهم. ودابا في هذه المرحله اللي عاد غندير زيت العود باش ما يتحرقش، كيف كتعرفوا دائما كنقولها وكنعاودها زيت العود ما كنقليوش به لان كيتحرق. الملح والبزار حتى الاخر عاد غادي نصحح لهم الذوق ديالهم، غادي نرويها بالماء ونخليها طيب. الماء ما تكتروش بزاف باش ما تجيكمش باسله، حيت القرعه اصلا درنا ليها غير المنسمات باش تعطينا المذاق ديالها زوين. هي كطيب وانتم كتشوفوا، يا اما تزيدوا يا اما تخليوها هكا طيب غير في هذا الماء ديالها. نعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. غادي ندوزو التتمه ديال الوصفه، غنقطع الربع بعد الصوبه راها وجدات، انا غنوريها لكم كيفاش جا المنظر ديالها. يا سلام. واحد لاستوس مهمه نشاركها معكم، عافاك ملي تكونوا كتسلقوا الخضر او بحال الصوبه ما تكتروش الماء بزاف، حاولوا ما امكن باش تجي البنه كونسونطري، خليوا الخضر يطيبوا بهذاك. الا سلقتوا بحال دابا لا ماسيدوان دو ليغوم، هذيك الشلاضه اللي كيكون فيها بطاطا وخيزو جلبانه، كنشوف بزاف ديال الناس كيسلقوهم وكيلوحوا الماء ديال الخضر كيرميوه. علاش ما نتعلموش نسلقوهم في الماء اللي غيطيبهم ناشفين باش يجيو بنان، راه من تما منين كتخرج اللذه. هاد لا سوب اللي درتها معكم انتم شفتوا، درت قياس كاس ديال الماء لان القرعه غطلق الماء، البصله غطلق الماء، وهي طابت انتم غتشوفوها كيفاش جات. راه هذا سر من اسرار النجاح ديال الاكله ديالكم، تجي بنينه وملبيه وزوينه. غنقطع الربيع باش نزيدوا عليها، غنقطعوا غليظ لان غنطحنها، قلت لكم غنطحنها ياك. ايوا اجيو تشوفوا معايا تبارك الله هذا الخير ديال هذا النهار الاول ديال رمضان كيفاش غادي تجيكم هاد الصوبه. يا سلام. غنزيد هاد الربيع، غنزيد هاد الفرماج المثلث، اللي ما عندوش هذا يدير فرماج واحد اخر، واللي ما عندوش فرماج يمكن له يعوضو بلا كريم، اللي ما كيبغيش لا كريم ولا هذا يمكن له يستغنى عليه. يعني متعوا راسكم على حساب الذوق ديالكم باش كتبغيو. اللي ما عندوش حتى شي حاجه يقدر يدير غير معلقه ديال الزبده. دابا غندوزو نطحنوها. الصوبه ديالنا وجدات، ما نقول لكمش باقا ما درت لا بزار لا ملحه، واحد الريحه طالعه منها. يا سلام. غادي نصحح لها الذوق اونكور اون فوا كيف قلت لكم غير على قبل البزار، ما تنظنش غنزيد الملحه لان دايره جوج ديال الضامات ديال البنه ودايره الفرماج مالح. غنعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا طريقه تقديم هاد الوصفه ديالنا ديال اليوم. الوجبه ديالنا ديال اليوم وجدات، واحد الريحه كيف قلت لكم يا سلام. غادي نصحح كوميم الذوق معكم، نشوف واش هاد لا سوب محتاجه لشي حاجه او لا. لا بسم الله. كيف قلت لكم في الاول الحلقه كندير البزار حتى الاخر، ما نزيدش الملحه على ود جات ملحه مزيان. غنزيد
البودغ ديال البصله والبودغ ديال الثومه اللي قلت لكم في الاول ديال الحلقه حتى هو ما كاينينش، ماشي مشكل، نقدروا نستغناو عليهم. نحركوا مزيان. الا لاحظتوا مزيان انا لي سوب اللي كيكونوا مطحونين ما كنطحنهمش بزاف، كنخلي فيهم شويه ديال لاماش، كنبغي شي حاجه تحس من الدريسه ديالي ناكلها. انا خديت لكم هذا التقديم، هذا كيعجبني بزاف حيت هي مطحونه دغيا غنقدروا نشربوها فاسين. ندوقوا هاد الخيارات بسم الله. الله يا سلام يا سلام، جات بنينه واعره وزوينه.